باختصار كده احنا خدنا في شابتر 1 حاجه اسمها هيت وحاجه اسمها لازم. ابتديت تفهم كل ماتيريال لوحدها بيحصل فيها ايه؟ يعني ايه لوبنج؟ يعني ايه احط تمبرتشر او احط اكسترنال اكسيتيشن زي مثلا بطاريه زي لايت؟ كل الكلام ده في شابتر 1 2. دلوقتي هنبتدي نعمل جنكشن. الجنكشن دي عباره عن بي ام. يعني ايه بي ام؟ يعني عندنا هنا ان تايب ماتيريال مثلا اصلا في جنبها بي تايب. واظن في الليكتشر خدتوا شويه معلومات عامه كده عن التصنيع، اصلا خدتوا حاجه اسمها ديفيوجن وحاجه اسمها ايون امبلانتيشن، بس يعني حاجات مش هجيلك في المحاضره، بس يعني ازاي بتتصنع البين جنكشن. طيب هنبدا نتكلم دلوقتي. البين جنكشن هي عباره عن، انا كنت شغلي في الشابتر ده هيفلي دوز، يعني لو جيت اقول لك تركيز الالكترونات هنا بكام؟ فعلى طول من غير ما افكر هيساوي كام؟ هو تركيز الدونرز بالظبط. عشان هنا الدوب يبقى كده. طب هنا لو قلت لك تركيز البي تركيز البولز هيبقى جوه مين؟ تركيز الاكسبتورز، كويس؟ فبنقول الاكسبتورز دول عباره عن، مش عباره عن بولز لسه ماسكه الايونز بتاعتها، صح؟ قول لي اي ماتيريال من جروب 3 زي البور مثلا، البور ده بيبقى فيه علشان يطلع لك بول او يدي لك بول بيحتاج يحصل له حاجه اسمها ايونيزيشن. وبعد كده طبقنا التشارج نيوتراليتي ايكويشن، فاكرين حاجه من الحاجات دي ولا الكلام ده قبل العيد خلاص راح عليه ولا ايه؟ فاكرين التشارج نيوتراليتي؟ كويس. هنبدا نقول حاجه، هنا في نقطه بولز، هنا في نقطه الكتريكس، لما نحطه جنب بعض يبدا يحصل ايه؟ بص اولا في منطقه اسمها نيوترال ريجن، دي اسمها بي نيوترال. يعني ايه بي نيوترال؟ يعني بعيده تماما عن القلق اللي هيحصل خلاص، حاجه متطرفه. وهنا في حاجه اسمها برضه ايه؟ ان نيوترال ريجن، مش حاسه بوجود منطقه بي تايب جنبها خالص، بعيده عنها تماما هنا كده. طب المنطقه اللي في النص في شويه اكشن بيحصل، عايزك انت تفكر معايا ايه اول خطوه بتحصل؟ فكر. حبه خبز الكار لقوا منطقه ما فيهاش خبز، حبه الكترونز لقوا منطقه ما فيهاش الكترونز، بيحصل ايه؟ ديفيوجن. طيب الديفيوجن ده عشان نبتدي نركز في الكلمات، ديفيوجن اوف ماجوريتي اوف ماينوريتي، تعالى في شوية بولز هيتحركوا من هنا، خلاص؟ تعال نرسم هنا الماتيريال اللي عبارة عن نيجاتيف ايونز حواليها هول، نيجاتيف ايونز حواليها هول، نيجاتيف ايونز حواليها هول، وهكذا. ده الطبيعي بتاع هيبتدي البولز بتاعتنا دي، تلاقي ان هنا مفيش بولز خالص أقلية، فيبتدي البولز يتحركوا من هنا. البولز دي ايه هنا؟ ماجوريتي ولا ماجوريتي؟ يبقى نقول بيحصل ديفيوجن للبولز، يعني ديفيوجن لمين؟ للماتيريال. وكذلك الماتيريال اللي طيب شويه بوزيتيف ايونز، بوزيتيف ايونز كل واحد حواليه الكترون بالمنظر ده كده، حواليهم الالكترونات بتاعتها. الالكترونز هتحس ان في جنبها منطقه ما فيهاش الكترونز خالص، تبتدي الالكترونز تتحرك من هنا. يعني ماجوريتي هي من ان تايب رايت. طيب هنبتدي نقول الهولز لما يحصل لها ديفيوجن الناحيه دي هتعمل لي ديفيوجن كارنت في انهي ناحيه؟ نفس الناحيه بالظبط. يبقى في جي ديفيوجن ناتج عن الهولز الناحيه. طب الالكترونز لما يحصل لها ديفيوجن كده هتديني كارنت فين؟ يمين الناحيه دي برضه. يبقى في جي ديفيوجن الكترونز الناحيه دي. طيب العمليه دي كل ما بتحصل بيحصل ايه؟ يعني الهول ده لما بيروح هناك سبب مكانه ايه؟ سبب كده ايه؟ نيجاتيف ايون اهو، ده سبب مكانه نيجاتيف ايون، نيجاتيف ايون. والالكترونز اللي مشيت سبب مكانها بوزيتيف ايونز، حلو قوي. يبتدي يتكون عندنا هنا منطقه اسمها ايه بقى؟ منطقه يعني مع الديبليجن ريجن. الديبليجن ريجن دي العرض بتاعها ده بنقول انه بيتقسم جزء في الان تايب بسميه اكس ان، جزء في البي تايب بسميه اكس بي. انما العرض كله بتاع الديبليجن ريجن اسمه ايه؟ حتى لغايه كده زعلان. ده كده مثلا ممكن اول ايكويشن ابتدي اكتبه لك، هنقول ان ده بتساوي اكس ان بلس مين؟ اكس بي. الكلام ده مش صح. بعد الديفيجن اوف ماجوريتي، بعد ما الاينز فلقيت لك هنا حاجه اسمها ديفيجن ريجن، ليها اسامي ثانيه لو حد فيكم فاكرها، مين مثلا؟ اي اسم ثاني للديفيجن ريجن المنطقه اللي في النص دي مثلا؟ مفيش حاجه خالص ولا يا جماعه؟ اسمها سبيس شارج ريجن، او اسمها ترانزيانت ريجن،
او هي المنطقه اللي بيحصل فيها العشب. فهمت ليه دول سميناهم ديفن؟ لان دول بعاد تماما عن المنطقه في النص اللي هيحصل فيها الاكشن. خلاص؟ حد دلوقتي ما عنده اي مشكله؟ بعد ما حصل حاجه زي كده هيبتدي شويه بوزيتيف ايونز ونيجاتيف ايونز يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ زي البطاريه بالظبط. خلاص؟ هيكونوا حاجه اسمها في بي اي بيلت ان بوتنشال بطاريه داخليه. طب الفي بي اي ده هيخلق مين؟ هيخلق البيت فيلد. من اللي فين؟ من البوزيتيف للنيجاتيف. ادي البيت فيلد البوزيتيف ايونز اللي هنا دي للنيجاتيف ايونز. طب الالكتريك فيلد هيخلق ايه؟ على طول انهي نوع كارنت ريليتد بالالكتريك فيلد؟ دريفت ولا ديفيوجن؟ دريفت. يبقى الالكتريك فيلد هيعمل لك دريفت. طب دريفت شكله عامل ازاي؟ ركز معايا كده. هيبقى عندك كولز بتتحرك الناحيه دي مع الفيلد تخلق لك دريفت كارنت الناحيه دي. فبقى في جي كولز الناحيه دي دريفت، جي بي دريفت. حد مش شايف؟ طيب الكترونز بتتحرك عكس الفيلد فبتخلق دريفت كارنت فين؟ برضه مع الفيلد. هيبقى عندك الكترونز كارنت مع الفيلد اللي هي جي ان دريفت. خلاص؟ ايه اللي بيبتدي يحصل؟ بعد ما الفيلد عامل لنا دريفت كارنت عايزين بس نديها اسم هي دريفت اوف مين عشان بنيجي في الامتحان الحاجه دي. دريفت اوف مين يعني الفيلد حرك بولز من هنا صح؟ هي البولز هنا ماجورتي ولا ماينورتي؟ ماينورتي مش منطقتها اصلا زي ان تايب ماتيريال صح؟ فالبولز اللي من هنا هتتحرك مع الفيلد اسمها ايه؟ ماينورتي. خلاص؟ ونفس الكلام الفيلد بيحرك الالكترونات من هنا فالالكترونات اللي هنا اسمها ايه؟ ماينورتي. فالفيلد اتسبب في دريفت اوف ماينورتي. يبقى اول خطوه خالص حصلت ديفيوجن اوف ماجورتي، بعدها على طول تكون عندك بطاريه داخليه، تكون عندك الكتريك فيلد، عمل لك حاجه اسمها دريفت اوف ماينورتي. طبعا حتى الثيرمال ايكوليبريم لازم تبقى عارف ايه بقى؟ ان الاثنين مالهم بيكنسلوا بعض. هات ثيرمال ايكوليبريم التوتال كارنت مين اللي بيكنسل مين بقى؟ الالكترون كارنت على بعضه بزيرو نكنسل بعضه او نكنسل نفسه يعني دريفت الالكترونز مع الفيوجن الالكترونز مجموعهم بيديني كام؟ زيرو. وكذلك الهولز كارنت بزيرو دريفت الهولز مع الفيوجن الهولز بيديني كام برضه؟ في ناس بتحب تفكر فيها ازاي؟ بص فكر من نوع واحد بس، فكر في الهولز بس. اوكي اول حاجه خالص في الماتيريال حصل هولز في تايب لقيت منطقه ما فيهاش هولز فالهولز حصل لها ايه؟ حركت بالديفيوجن صح؟ حصل على طول الكتريك فيلد علشان يردهم تاني مكان. يعني بيتحرك بالديفيوجن الفي بيلت ان او الكتريك فيلد عايز يرجعه تاني مكان. وصلتوا يا جماعه؟ علشان كده التوتال كارنت بزيرو والعمليه دي بتفضل مستمره. طيب عايزين نبتدي نكتب كذا قانون ونستنتج كذا. خليني بس اول حاجه اقولها لك هنكتب قانون للبطاريه اللي اسمها في بي اي كي دي على كيو لن ان اكسبت ان دوبي ان دونرز على ان ايسو. ممكن حد يفكر معايا كده في اثبات مش هعمل دوف بس يفكر معايا ممكن ابقى استنتجت القانون ده منين؟ ترجع خطوه لورا بس ترجع خطوه لورا. في بي اي ايه هي؟ ايه دورها؟ عايزه توقف الجيش بتاع الديفيوجن ده. خلاص؟ الهجره الجماعيه او الديفيوجن بتاع الماجورتي حصل بي بي اي علشان ايه؟ تعمل لي دريفت يوقفها على طول وتقول لي توتال كارنت بزيرو صح؟ فانا هعمل ايه؟ ماسك ايكويشن مثلا زي ده توتال كارنت بزيرو الدريفت بس الديفيوجن اسميهم مع بعض بزيرو. لو انت فاكر الدريفت والديفيوجن الدريفت كارنت جواها الكتريك فيلد ولا لا؟ جواها الكتريك فيلد صح؟ هستبدل الكتريك فيلد لمين؟ دي في باي دي اكس علاقه الفيلد بالبوتنشال. هساوي الاثنين مع بعض اجمعهم يديني زيرو هفصل ناحيه شمال ناحيه يمين هعمل انتجريشن اوصل لدي دي اي. خلاص يا اخوانا فده كده القانون بتاع الدي بي. طبعا محتاج بس تبص على الدي بي اي بتزيد مع مين؟ علاقه دايركت بتزيد مع مين؟ مع الدوبينج. طيب بالنسبه للتمبرتشر بتزيد مع التمبرتشر ولا بتقل مع التمبرتشر؟ يبان لك ان هي بتزيد مع التمبرتشر صح؟ بس غير التمبرتشر اللي هنا في تمبرتشر ثانيه اقوى موجوده فين؟ من ام اي. فلما التمبرتشر دي تزيد دي تزيد اكتر فيبقى الفي بي اي يحصل له ايه؟ يعني الفي بي اي بيزيد مع الدوبينج بس بيقل مع مين؟ مع التمبرتشر.
كلام صعب، حد زعلان؟ طيب نبتدي برضه نعمل شويه حاجات ثانيه. عايزين نتكلم عن التشارجز. خلاص هكتب لك ان كيو بلس بتساوي كيو نيجاتيف. يعني البوزيتيف تشارجز اللي هنا اجمالي الكيو بتاعتهم قد بالظبط اجمالي الكيو اللي في النيجاتيف بتنجمنت. الكلام ده صح ولا لا؟ او الكلام ده صح بس ليه لازم يكون صح؟ تخيل معايا حاجه، الالكتريك فيلد ده طالع من البوزيتيف تشارجز بينتهي عند مين؟ عند النيجاتيف. تخيل البوزيتيف كان اكتر، هينتهي عند النيجاتيف ولا هيكمل؟ حلو، وانا بسمي المنطقتين دول نيوترال، يعني المنطقتين دول ما فيهمش اكشن خالص، يعني ما فيهمش مين؟ في عشان يجيب المنطقه على النيجاتيف. يلا مين هو البوزيتيف ولا خلاص يا جماعه؟ طيب احنا هنتكلم في حاجه اسمها وان سايد جانكشن. يعني ايه وان سايد جانكشن؟ يعني تبقى مثلا ان بلس بي خلاص او بي بلس ان. تخيل حاجه اسمها ان بلس بي، واضح من اسمها ان الان غالي عالي جدا جدا جدا، يعني الان هيفري دوك بشكل كبير صح؟ طيب الان بقى الدونرز لو كبيره جدا يبقى الاكس ان فاليو اولموست زيرو تقريبا، مش موجود صغير ساعتها العرض بتاع الديفليجن ريجن هو هو مين تقريبا؟ اكس ان. العكس لو بي بلس ان تركيز البي كبير يعني اكسبترز تركيزه كبير جدا العرض بتاع الاكس بي هيقل هيبقى تقريبا زيرو. فلو اكس بي زيرو يبقى العرض الكامل بتاع الديفليجن ريجن هو هو مين؟ اكس. دي شويه حاجات في المسائل لو قال لك وان سايد جانكشن، او قال لك مثلا the end type region is heavily doped، او بالارقام الثلاث تركيز الدونرز 10 اس 20 وتركيز الاكورز 10 اس 6 وتركيز الدوز جديدا اس 7 او كام. في حد عنده اي مقدمه؟ بيبدا ان هو اكتر من كام؟ ليه؟ بيبدا ان هو اكتر من كام؟ لا لا القصه بتاعتك ان انا بديت لك مثال يعني انت مثلا تركيز الدونرز لو كنت مش زي تشابتر 1 مثلا مش زي تشابتر 1 مقارنه بالباقي دي 10.20 ان ايه؟ 10.16 ده معناه ان الاكسات بتاعتهم الريشيو ما بينهم واحد فيهم 100 ضعف الثاني مثلا، فيبقى ده جاي لواحد بس. وصل لك؟ ايه مثلا؟ هنلاقي الاكس اكس بتلاقيه مثلا 99% من الويدث، ففهمنا ان اكس ان تقريبا مش موجود. طيب هنبتدي نتكلم في حاجه ثانيه في نفس الجزئيه دي برضه. انا كده كتبت لك قانون من جي بي اي، قانون الاكس ان والاكس بي، قانون دلوقتي عايزين قوانين الالكتريك خلاص بصوا وعايزين شويه جرافات. ثواني اولا كونسنتريشن الشتات يلا مع بعض. قبل الاكس بي، قبل الاكس بي المنطقه دي مالها؟ دي نيوترال صح؟ المنطقه دي بايب عاديه، دي بايب عاديه معناها ايه؟ ان تركيز الجولز عالي صح؟ بنسميه بص دي دي وانا عشان اختار له اكريبيا بسميها دي دي. تركيز الالكترونز قليل جدا انزل دي تحت هنا كده ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ان يعني تركيز الالكترونز في المنطقه دي اسمه ان دي. صعب على حد؟ طيب بنبتدي نقول الناحية التانية ان تايب ما اعرفش دوبنج ان تايب دوبنج بي تايب تاني اعلى تاني اقل تتجنب ان لو رسمت البي تي هنا ما تحسبش ان ان هنا ما تعرفش المسألة تركيز الدونرز لما تكسبته صح تعرف رسم هنا مثلا تركيز الدونرز هنا عالي شوية ده عدد الالكترونات او عدد الان في الماتيريال الان الثيرمال اكويليبريم ده تركيز البولز في الماتيريال الان الثيرمال ده بيبتدي يقل كده ده بيبتدي يقل كده في المنظر ده كده تركيز ال او ده
تركيز الهولز والريكتوس والماتيريال. حد زعل طيب عايزين نرسم ريكتك فين؟ بالسنس كده باين الفيلد موجود هنا بس خلاص؟ الفيلد بيبتدي يتخلق فين؟ عند البوزيتيف تشارجز ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طب طول ما انا عمال اقابل بوزيتيف تشارجز الفيلد بيحصل له ايه؟ بيزيد. اول ما ابدا اقابل نيجاتيف بيحصل له ايه؟ بيقل. طب تعالى نرسم الفيلد. من اول البوزيتيف تشارجز ظهرت هنا كده الفيلد هيبدا يزيد ما بيسيبش ورايا استنى ما بيسيبش ورايا هيبدا يزيد. اول ما هنا في النص النيجاتيف تشارجز تبدا تظهر صوت الفيلد تبدا تقفل او الفيلد يبدا يقل. الكلام ده صح؟ صح ناقصه حاجه. ناقصه ان الفيلد شمال، شمال دي عندنا معناها نيجاتيف، نيجاتيف برسمها فين؟ نفس الرسمه هرسمها. فالفيلد زيرو هنا هيزيد في الناحيه النيجاتيف طيب يقل. طب الماكسيمم فاليو بتاعته اسمها ايه نوت؟ عايزين نجيب. خلاص؟ طيب بالنسبه للفيلد، هنجيب الفيلد قوانين. فهقول الفيلد في المنطقه الديفليشن ريجن اللي هنا ده بوزيتيف سلوب ولا نيجاتيف سلوب؟ ده ايه ده؟ بوزيتيف سلوب. هلاقي قانون الفيلد فانكشن مع الاكس هو كيو ان دولز على اكس بتاع السيليكون بتاع الماتيريال اكس ماينس اكس. واضح قوي ان ده بوزيتيف اكس اهو يعني بوزيتيف فانكشن مع الاكس يعني بوزيتيف سلوب. في المنطقه الثانيه هلاقي ان الفيلد كيو ان اكسبتنس على ابسلون اكس بلس اكس بي وعشان اخليه نيجاتيف هحط هنا علامه خالص دي جت منين؟ ها؟ الشابتر اللي فات اخر سلايد في الشابتر اللي فات بوسون ايكويشن. بوسون ايكويشن ده ان بيربط لك الفيلد بالكونسنتريشن بيربط لك الفيلد بالرو خلاص كده؟ فمن من قوانين الرو وانا عندي قوانين الرو عادي جدا معروف ان دي بيساوي ان اي ولا ان اكسبترز معروف ان ان بتساوي ان دونرز شابتر 1 كل الكلام ده معاك. فمن تركيز الهولز والريكتنز وبتاع انت جبت قوانين الفيل قانون في الناحيه الان وقانون في الناحيه الان خلاص ده كده من الناحيه اليمين بقى من زيرو لغايه اكس ان ده في الناحيه الشمال اللي عندها نيجاتيف ستور يعني من نيجاتيف اكس دي لغايه. لو عايز اجيب الماكسيمم فيلد اعمل ايه؟ تعرف اي واحد فيهم غير الماكسيمم فيلد ها؟ تعرف اي واحد وحط مثلا اكس كام؟ بزيرو. احط هنا الاكس بزيرو واحط هنا الاكس بزيرو عشان اقف هنا اقف عند اكس بزيرو هجيب من هنا الماكسيمم فيلد ومن هنا الماكسيمم فيلد صح؟ هجمع الايكويشنز سوا فيبقى عندي هنا تو الكتريك فيلد وهنا هتلاقي نفسك بتجمع الدونرز مع الاكسبترز علشان اوصل لقانون معين بيقول ايه؟ ان الماكسيمم فيلد بتاعنا بس اجيبه كيو على اكس بتاعت الماتيريالز ان دونرز ان اكسبترز على ان دونرز بلس ان اكسبترز تمام تمام. حد زعلان مش عارف منين او ما يعرفش يقرا في البيت تعالى اي قانون بتاع اي لاين بنحط الاكس ايكوال زيرو بس بعد كده نجمعهم مع بعض ديفايد على طول توصل لكام؟ صعبه؟ عملنا كده ليه؟ علشان الاكس ان مش عجباني والاكس دي مش عجباني فتحل ان انا لو جمعتهم سوا وقلت ان اجمع الايكويشنز يديني مين؟ دبليو فجبت فانكشن في دبليو احسن ما تبقى فانكشن في اكس ان واكس. طيب بعد كده معايا قانون الماكسيمم فيلد معايا قانون الفي بي اي معايا شويه قوانين للويف برضه عايزين ندخل القوانين دي مع بعض. هقول لك ان الفي بي اي هو نص الماكسيمم فيلد في دبليو لو لعبت لعبه قوانين هتوصل لحاجه زي دي وممكن اقول لك قانون كمان للدبليو بيقول ان هي سكوير روت 2 كيو على اكس ان اكسبترز ان دولرز على ان اكسبترز ان دولرز لن بس شويه نيجو اكس على كيو لن ان Thank you.
انا بس غلطت دخلت الاثنين مع بعض. انت ممكن هنا نفس القانون ده، بص لي بص لي، ممكن تشيل دي بي اي وتحط بدلها مين؟ القانون اللي هنا، فهتلاقي اللين ظهرت لك هناك. خلاص انا كنت مدخل بس الاثنين مع بعض. انا كده خلصت الترم الاكوليبريم الفعلي. فاضل بس جراف الفولتج عايزين نرسمه سوا. لما يبقى عندك في ماشي من اليمين للشمال صح؟ لو انا خدت ريفرنس من في هنا بزيرو، يبقى اول ما هدخل في التبريشر ريجن يحصل ايه في دي؟ في زيرو هنا هتبدا تزيد وتثبت بالشكل. بطريقه ثانيه معروف ان دي تكامل الفيل، فرسمه الفيل ده بدلها تكامل هتوصل لرسمه. البوتنشال كانت بزيرو من اول التبريشر ريجن، هتبدا البوتنشال تزيد لغايه ما تجيب الماكسيمم فاليو بتاعتها وتثبت. ده بيعرفنا ايه؟ بيعرفنا ان فرق الجهد مثلا النقطه دي والنقطه دي اللي هي اخر الديبريشن ريجن، فرق الجهد بين النقطه دي والنقطه دي هو مين يا جماعه؟ هو في دي منطقي يعني الالكتريك فيلد ده اللي عنده دي بي اي، فرقه البطاريه اللي في بوست والنيجاتيف هي دي بي اي، اهي باين على الجراف. فرق الجهد من اول واخر الديبريشن ريجن هو المقدار اللي هنا اللي هو في دي. خلاص حد في الترم الاكوليبريم عنده اي مشكله؟ خلينا نشوف لو في اي حاجه ما قلتهالكش. نعمل كده شويه اسامبشن هتنفعنا المره الجايه لما اجي في اي كاركترستكس واستنى قوانين الكارت وهكذا. دي كده اخر حاجه في الدراسه النهارده اللي هي بتاعت الفصل. تعالى كده نفكر في كل الفايز والريفرس فايز والسيرفر. ادي فين جوش؟ وادي عرض الكونديشن دي مثلا هنا هتسمى كونديشن ادي جنكشن وادي عرض الكونديشن دي. عمل فيه عمل كريبتو كارت، ايوه كل ده عشان يوقف مين؟ ظاهره الديفيوجن.
اسمها كريست اوف مايورتي، ده عشان يديني توتال كارنت زيرو عشان يوقف بس الديفيوجن البروجكت. خلاص فكر في الموضوع ان مثلا باب او حاجه حد قفله كده، في ناس كتير جدا بره الباب اصل هو مسكوب بالعافيه، فالدي بي اي مانع الديفيوجن الماجورتي بالعافيه. طيب لما يجي فورورد بايس هيعمل ده عكس الدي بي اي صح؟ الدي بي اي اللي مانع الديفيوجن الماجورتي مش ناقص حد يعمله ويعمل اي حاجه فيه، فورورد بايس هيتعرف شويه. اول ما يقف مش عارف يكون مين الديفيوجن الماجورتي. فبتقوم الفورورد بايس بيحصل فيها diffusion of majority enhancement يعني بتزيد. الاصل diffusion of majority بيتحسن جدا وبيزيد جدا لما كارنت عالي جدا زي ما انت كده لغايه كده في مشكله؟ طيب بنسميه minority كذا، ايه minority كذا؟ بيتعود هو diffusion majority خلاص بيعمل ايه بالظبط؟ يعني بيحرك لي هولز البي تايب ويبعت لي تاني البي تايب الـ type كان فيها هولز قليلة، فلما يجي لها هولز خلاص تزيد الـ N type هولز بنسميه جواها ايه مايورتي، فلما الهولز عمال تيجي للـ N type يعني المايورتي هنا بيحصل له ايه؟ تزيد، فبنسميها مايورتي انجكشن يعني المايورتي في كل ناحية بيزيد. تعالوا بس نبدأ كده نرسمها مع بعض. بص يا سيدي أول حاجة
على الفيوجن ماجوريتي لعدد كبير جدا كانت بتاعت كبير خلاص. وكل زود الفورورد بايس كل ما كانت ده بيزيد اكتر لدرجه ان الفورورد بايس تزوده ما يبقاش عكس الدي بي اي خلاص يبقى اكبر من الدي بي اي خلاص. فانت بتزود الفيوجن ماجوريتي الدم مفتوح ان انت تزود الكارنت كل ما تطبق فولت اعلى. بص في الريفرس الريفرس كل ما تطبق فولت اعلى يحصل ايه؟ وهو اوريدي انت منعت الفيوجن الماجوريتي خلاص صح. فكل ما هتزود فولت ساعد في بي اي بتمنع حاجه ممنوعه يعني عمال بنحاول توقف ديفيجن ماجوريتي اللي هي تقريبا منعدم صح ولا ايه؟ فهتلاقي ان الكارنت اللي عندك حتى اللي بيزيد قلب اللي بيزيد الدريفت بتاع الماجوريتي اللي هو لا يوصل او حاجه قليله جدا. فبنقول ريفرس بايز الكارنت قليل وبنبدا ترجم بيه فيري لو كارنت لانه جاي لي من الدريفت اوف خلاص يا جماعه. بيحصل هنا حاجه اسمها ماجوريتي ايه بقى؟ سمعتها من كذا حد برضه اكستراكشن. يعني ايه اكستراكشن؟ بص يا شيخ خلاص انا خلاص شرحها ادي هنا دي الناحيه البي اللي ممكن اسميها البي نوت خلاص. ادي هنا ان الناحيه البي ممكن اسميها ان بي نوت سبت مكانها اوبن اكشن انا واثق ان هي بعيد خالص عن الديفيجن هي نفس الحاجه اللي بتعمل كده بس سبت مكانها فاضي هنا عشان نشوف هيحصل الناحية الثانية ادي ان الناحية الان اهو سميها ان ان او سميها ان ان نوت وادي بعيد عن الاكشن خالص دي في الناحية الان سميها في ان هيحصل حاجة اسمها مايوريتي اكستراكشن وركز عشان تفهم. وانا لما اعمل تلف للمايوريتي خلاص ده بنسميه ايه؟ انا بمشي المايوريتي يعني باجي في الناحية الان البولز اللي فيها اللي هم مايوريتي عمال ابعتهم الناحية الثانية صح؟ انا بفضي المنطقه دي من المايوريتي فبنسميها مايوريتي اكستراكشن عكس هنا انت عمال ازود المايوريتي في كل ناحيه سميناها مايوريتي اكستراكشن لا هناك اكستراكشن اللي بنرسم الشكل وبعد كده اوصل. عايز بس اتناقش معاك في موضوع الاكستراكشن ده علشان نزل في كلام كتير. بص لو جالك سؤال قال لك كارنت is controlled by the diffusion. على كده غير فورورد بايس كنترول باي مين غير في ريفرس بايس كنترول باي مين الاثنين ديفيوجن سطع عنده في الحلقه دي كانس. في الفورورد واضح جدا ان الكارنت هو عباره عن مثلا ها ماجوريتي فيوجن وماجوريتي صح؟ ده الكارنت ميكانيزم اللي موجود. طيب وفي حاله ان مفيش ماجوريتي اصلا مش هيبقى في كارنت في القصه الفورورد بايس واضحه لك جدا ان الكارنت ميكانيزم هو مين؟ او كنترول باي مين؟ طب لو قلت لك في الريفرس ديفيوجن كمان انا ما قلتش ان الكارنت نوعه ديفيوجن لا نوع الكارنت دريفت اوف ماينورتي بس الكارنت كنترول باي ديفيوجن. تعال نفهم بقى ايه موضوع الكنترول باي ديفيوجن. بص يا عايز ايه؟ عايز ايه نيجي نتكلم؟ طيب بص يا سيدي هنتكلم كده هنسيب الرسمة الصغيرة هقول ايه اللي بيحصل ايه موضوع الاكستراكشن؟ تفهم مني فيه؟ قايل في الناحية اللي انت قايل البلت ان فيه ده الفرق اللي مش فاهم الدبل ده شرط وانا زودت في جيت ايه ده؟ زودت عليه كمان الريفرس بايس قويته اكتر واكتر ادي المنطقه بتاعت الفيجن ريجن وادي ان تايب ريجن. فانت لو رسمت لك الكونسنتريشن على الرسمه هتلاقي تركيز الماجوريتي هنا اللي هم ان ده الان في الناحيه الان ده ان ان. طب بالنسبه لتركيز الماجوريتي اللي هي الكورس بص يا سيدي الفي بي اي ده ايه اللي بيحب يتحرك مع الفيلم؟ كورس ولا ريكورس؟ مين اللي بيحب يتحرك مع الفيل؟ كورس ولا ريكورد؟ كورس صح؟ طيب لو انا جاي هنا شويه كورس خلاص الفيل ده يعمل فيهم ايه؟ هيبعتهم هناك. طب الكورس اللي هنا ده هيكون منين؟ ركز. فانا هنا الماجوريتي بتاعتي هي شويه كورس اهي قسمناها ادي تركيز الكورس اللي موجود اهو خلاص بنسميه دي في الناحيه الثانيه. الفيرمال اكوليبريم السيتي فاند هيبتدي يحصل قرب المنطقه دي شوية كده هيحس براءة من الفيل
تحس ان في فيل بيبعت من الناحيه الثانيه. شويه الكورس اللي هنا دول هيدخلوا المكان، فالفيل بيبعتهم هناك. خلاص؟ يبقى عدد الهولز عمال من هنا بيقل. طب بيقل ازاي؟ او الحركه دي اتعملت ازاي اصلا؟ في فيل ولا في فيل؟ في فيل مش عمال. بمعنى ادي اهو الشكل كده اهو، ادي الهولز بتاعتك. طبعا هي عددها قليل جدا، بس هي في الناحيه دي انا عامل زوم على دي بس. عامل زوم على المنطقه دي، ادي تركيز الهولز اهو. وادي هنا في فيل. ودي اول ديفيجن ليجنز الشكل. هو علشان يحصل دريفت اوف ماينورتي، بما اننا في الريفرس بايس، عشان يحصل دريفت اوف ماينورتي صح، فين البولز اللي هيحصل لها علشان الفيل يبدا يشتغل يحرك لك بولز الناحيه الثانيه صح؟ فين هي البولز اللي هيحرك؟ لازم يبقى يبدا يجيب بولز. طب المكان ده هيحصل فيه بولز ازاي؟ او هيجي فيه بولز ازاي؟ هتلاقي ان حتى البولز اللي هنا بيبداوا مكان فاضي هنا جنبهم، فابتدى يحصل لهم ديفيوجن، فالبولز دول اتنقلوا هم هنا فوق. اول ما البولز هتوصل عند الاتش الفيل بيعمل فيهم ايه؟ يبعتهم لك الناحيه الثانيه. فيخلق مكان فاضي تاني. فالبولز تحسوا مكان فاضي، مكان فاضي يحصل ديفيوجن. فتلاقي على طول ان البولز عماله بيحصل لها ديفيوجن. خلاص؟ باختصار باختصار علشان الفيل يبدا يدريفت بولز ويبعت بولز لازم يكون اصلا في بولز. فالبولز اللي عند الاتش دي هتجي لك منين؟ هتجي لك من البلك بتاع الماتيريال. علشان كده بنقول الريفرس بايس كنترول باي مين برضه؟ باي يعني كنترول يعني تخيل الديفيوجن ويف. خلاص تخيل الديفيوجن ويف يعني البولز اللي هنا ولا حاجه هتتحرك ولا حاجه هتيجي عند الايدج. لو مفيش حاجه كانت عند الايدج دي كارب بيحصل في بولز هتعرف تسافر من البي تايب يبقى ساعتها الميزو بايوريتي دي هتبقى اوف. يبقى الميزو بايوريتي معتمد في مصر على مين؟ على الديفيوجن. تاني برضه فكرني فيها تاني. في طبيعه الهولز عايز يتحرك معايا صح؟ طيب في هولز هنا عند الانش لما يتحركوا مع الفيل بيعدوا في الفيجن ريجن الناحيه الثانيه مكانهم بيوصلوا ايه؟ المكان ده بقى فيه هولز ولا فيه؟ فدي وانت عارف ان اي جريدينت اي كونسنتريشن جريدينت يعني مكان فاضي وجنبيه هولز كتار يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل لهم ديفيوجن يبقى مكان فاضي. فتلاقي ان خليني اقول لك حاجه مين حصل قبل الثاني؟ دريفت بايوريتي ولا ديفيوجن ولا ديفيوجن بايوريتي؟ الاثنين مع بعض في تسلسل ما بينهم فكر فيها كده. يعني مثلا فكر فيها اول ما الفيل اتحط حصل ايه؟ حبه الجزء اللي هنا الفيل عمل لهم دريفت خلاص؟ يعني في دريفت بايوريتي حصل. طيب بعد كده هنا بقى في مكان فاضي الجزء جت كملان فحصل ديفيوجن. أول ما هنا تاني حصل دريفت كمان مرة مكان فضي ده زق شوية فلوس الناحية دي تاني حصل ديفيوجن يبقى الاثنين عمالين في تسلسل مع بعض دريفت وبايوريتي وبعدين ديفيوجن وبعدين دريفت وبعدين ديفيوجن. فدي وصلت لك ولا ده سؤالك؟ حد لغاية كده زعلان؟ نعم. ناحية الإيدج بس ديفيوجن لا 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 هو الفيلد موجود فين؟ مش الفيل اللي موجود في الديفيجن ريجن كلها الفيل المايوريتي اللي هيجي له عند الايدج هيبقى عند الايدج الثاني فاهمه؟ يعني شويه البولز اللي هيجي هنا عند الايدج هنا هو الفيل القوي فالفيل القوي ده هيبقى عنده هناك هناك خلاص كده؟ استنى بتصور لسه هزود شويه حاجات عايز اسالك سؤال اسالوني انت طبعا مثلا قبل ما ابدا اقول اسئله لو حد عنده سؤال. طيب بصوا اول سؤال عندنا الفورورد اراجع معاك بس عليه الفورورد انا بزود دي اي ولا بقلبها؟ ها؟ بقلبها يعني لو رسمت رسمه زي دي الباري بي بي اي ده لازم اعمل ايه؟ اقلله شويه انزله هيبقى بي بي اي ماينس بي بتاع النظريه صعبه؟ طيب فانا كده عملت ايه؟ سمحت بالفيوجن والماجوريتي احسن خلاص؟ فبنقول ان الماجوريتي تبدا تتحرك ركز معايا
عدد المايلوبيتي اللي انا سايب ده حصل مايلوبيتي ديتكشن صح؟ حبه الرز اللي مشي من هنا اسيب الرسمه دي سبرين كده ولا المفروض ان انا الاقيها سن يعني اسيبها سبرين لغايه الايدج بتاع الفيجن ريجن ولا بيحصل هجر الماجوريتي فالمفروض ان انا اوضح ده واخليها سن؟ اني احسن؟ التاني ده ماجوريتي خلاص؟ فعمال يقل ويروح الناحيه الثانيه واضح الناحيه الثانيه زياده واخد بالك خلاص؟ بس الالان هنا اوضحه ولا لا؟ ما اوضحوش ليه؟ لو ليفل انفكشن يعني ايه لو ليفل انفكشن؟ يعني مين اللي بيحس بأي شيء دايما ماجوريتي 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 خلاص؟ يعني لو فقد جزء هي سبيل ماجوريتي مش هتحس بأي حاجه حتى لغايه هنا عنده مشكله؟ طب فدي كده برضه بتعمل حاجه كمان الدلتا في جايه دي معلش الفيوجن ماجوريتي من هنا لهم هنا اول ما وصلوا هنا بقى اسمهم مايلوريتي عشان كده قلنا مايلوريتي انجكشن عارف المايلوريتي ازاي صح؟ طب الدلتا في دي بتقل هنا دي بتقل من ناحيه الشكل ده لغايه ما توصل لغايه تستنى في الكليه هقول لك دكتور فويس فويس الناحيه دي الناحيه دي ايه؟ لان طيب الهولز وهي ماشيه في الاند تايب بتبتدي يحصل لها ايه؟ كومباينيشن تعالى ده الهولز عند الدي ال يعني عدد الهولز الزياده المحسوسه كانت عند الايدج بس كل ما تبتدي تتحرك جوه الماتيريال يبتدي العدد ده يروح في ظاهره الكومباينيشن واسطه تاني كويس خلصت حاجه زي كده الكومباينيشن اتكلمت معاك فيه والدول ليفل انفكشن اتكلمت معاك نيجي بقى هنا مثلا برضه نفس الكلام حبه المايوريتي اللي قال له هنا ضربت الناحيه الثانيه زوده هنا ابين هنا زيكم لا الجوينت دايما بيسيب ستريت ما بينش في اي زياده خالص خلاص يا اخوانا خلينا نتشيك لو انا في حاجه ما بتعرفش فيها الاسامبشنز او اي قانون او حاجه لو قلت لك لو عايز تستنى لو عايز تعرف القانون ده جه منين؟ جيت في قانون الدي بي اي الاولاني عملت له فاكتور اي فلو خدت هنا ايه؟ النات يبقى عندك اي في الموضوع خلاص؟
طب انا ده بيعمل مين مين ركز مين بي دي نوت ده المجال بتاع الجولز صح على ايه دي نوت لما يقول يعني نسبه الجولز الناحيه دي على الجولز المايوريتي من الثاني اصل دايما النسبه للمجال المايوريتي نفس النوع طبعا نفس الكلام نسبه الالكترونز هنا على الالكترونز المايوريتي اللي هناك النسبه دي برضه تطلع صحيحه خلاص طيب حاجه كمان بالنسبه للاسامبشن يعني ده اللي في مره جايه بالتفصيل بس زودها لك بس بسرعه عندي كذا اسامبشن ممكن مثلا نقول البليجر ريجن هي تتكون من ايونز ولا تتكون من بولس ريجنز صح؟ ايونز تنفرد ان هي كومبليت فري اوف جلوبال تشارجز ما فيهاش ولا الكترونز ولا هولز كايونز حتى الفيلد اللي موجود يعمل ايه فيه؟ لو فول دخلت المنطقه اللي في نص الديفيجن ريجن وتفضل ولا تيجي بالعكس على طول؟ فدايما هتلاقي ان المنطقه بتاعت الديفيجن ما فيهاش ولا الكترون ولا فيها مين ولا فيها يعني فول في الالكترونز بيعدي بس خلاص بيعدي من ناحيه لناحيه ما بيفضلوش فيها خالص. طيب حاجه كمان بنقول ان نور الكومبينيشن بيحصل في الديفيجن ريجن لان الافتراض ده لغايه دلوقتي مبوظ لنا حاجات كتير. يعني انا عمال اقول ايه الكترون بيعدي وهول بيعدي صح؟ ما لو هما الاثنين اتقابلوا في نص الطريق وعملوا الكومبينيشن ابقى بوظت حاجات كتير في الامانسيس. انا فارق كل ده في اللي فات ان في اتحرك كل من هنا ووصل هنا خلاص. ما عنديش احتماليه ان هو ممكن ما يوصلش يحصل لي كومبينيشن في الطريق. ففي اسامبشن ان ما عندناش الكومبينيشن خالص. معموله في الريجكشن حاجة كمان برضه أقول لك عليها ستيدي ستيت. يعني لو قلت لك في مسألة الفورورد بايس اسمعني في فورورد بايس أبلاي 10 فولت لازم تدرس لما الفولت يوصل 10 خلاص يعني الأبلاي فولت اللي هو 10 فولت ياخد فترة ترانزيت في الأول لغاية ما يوصل لزيرو لغاية كام؟ لغاية ما يوصل لتن. أنا بشتغل دايما ستيدي ستيت مش ديوريك مش في الترانزيت ستيت دي بشتغل بعد الفولتج يوصل قيمه معينه خلاص. نفس الكلام في التمبرتشر مثلا ما بشتغلش الماتيريال وانا لسه بسخنها انا بشوف وصلت لدرجه الحراره كام بشتغل. اخر اسامبشن في الوقت المثالي حاجه اسمها ابرابت جنكشن. بمعنى تعالى نفس الحاجه عايز ارسمك الشارج كيو لما تيجي توقع الناس شويه شباب ادي الديفيجن ريجن الناحيه دي عايز ارسم التشارجز توتال تشارجز اللي ها خليتها كام؟ ان دي ولا ان اي ولا كام؟ ان اي اهو هنا قيمه التشارجز كام؟ زيرو حاجه اسمها تشارج نيوتراليتي وهنا قيمه التشارجز كام؟ زيرو هنا في حبة نيجاتيف تشارجز قيمتهم يو ان دي سوري يو ان اي وهنا حبة بوزيتيف تشارجز او بوزيتيف لاينز قيمتهم كام يو ان دي فلو رسمت لك التشارجز زيرو هنا فرق هيبقى في نيجاتيف تشارجز بالشكل ده خلاص قيمتهم قلنا يو ان اي فرق هيبقى في بوزيتيف تشارجز بالشكل ده يو ان دي يعني ايه ابرابت جنكشن؟ ها؟ ابرابت يعني فجأة في التأثير. يعني انا من الديفيجن لأي ناحية من الناحيتين حصل يركز كده. هنا مثلا التشارجز كانت في ان دي صح؟ لما دخلت المنطقة اللي خدت وقت لغاية ما التشارجز بقت زيرو فانا نزلت فجأة. هو ده كان مفاجأة او ابرابت جنكشن. 10 بيصل عربي صح؟ اوكي؟ حد يشتغل أي حاجة في المكتوب ده؟ طيب اسئله ولا مش موجود؟ داخل ولا بتتصرف؟ لسه ايه؟ يعني انا لو قلت لك الماتيريال عليها او احط عليها فولتج. حاجه اسمها ترانزيت، خدت ترانزيت في السيركت ولا لا؟ ماشي. فكر فيها درجه حراره، ماتيريال عايز استخدام، عايز اوصلها لدرجه حراره في الدومين. هي بتوصل لها على طول ولا بتاخد وقت؟
نفس الكلام انا هطبقه بكره. خلاص علشان مثلا هنطبق فولتج على السيستم بتاعي 10 فولت ياخد وقت. خلاص كده؟ دي نسميها ترانزيت. ترانزيت يعني مرحله انتقاليه هاي توصل ل 10 فولت. احنا بنشتغل ستيب بعد ما حطينا الفولتج وبعد ما سيبنا ال 10 فولت بعد ما استحملنا وصلنا لدرجه الحراره اللي احنا عايزينها. يعني مش هيبقى في معنى. مش فاهم ازاي الفولت ال في بي اي عليه تزيد لحد ما سبته. ازاي؟ ال في بي اي عليه تزيد لحد ما سبته. ال في بي اي؟ اه. الفولتج، الفولتج ازاي؟ هو مش انا قلت لك كله مختار، كله غير الشتات. صح ولا يعني الفولتج هنا بزيرو، الفولتج هنا بتاني. فرق ازاي؟ الفولتج اكتب ليه؟ المنظر ده. لان يقدر يبتدي اكتر. طيب ايه تاني؟ نعم. انا زودت الدوبك حصل لي دبليو
قلبه. يعني علاقة طيب. من بعد كده الحاجز هنا بتاع الانرجي فاكتور هيتكلم اهو 0.7 بالشكل ده.
26 ملي الكترون فولت. بستفيد من معلومه زي دي اطير الكترون معايا كده بجيب الهيل الهيل. حد زعلان؟ اكيد لا هو طبيعي اليونت الكترون يعني انت لو عايز تجيب الجزء الواحد على كيو تي على كيو نفسه الحبس برضه من الالكترون. طيب تاني يا جدعان هو تاني اكسبتورز في الاول ازاي اجيب بيها دونرز؟ ايه الربط بين المنطقتين دول؟ ازاي ان اكسبتورز اجيب ان دونرز؟ قلتها لك اخر قانون زودناه الماجورتي هنا على المينورتي هنا اي باور كيو في بي على بص على الماجورتي هنا على المينورتي هنا ده انا عملته. انا اشتغلت الاول في الماده دي طيب معايا الماجورتي بتاعتي الاثنين هما مينورتي صح؟ فالمينورتي بتاعت الدي طيب ايه؟ اجيب بيها الناحيه الثانيه دي ماجورتي هنا اللي هي ان بالقانون اللي انا لسه شغال معاك فيه تاني؟ نعم العدسه ده هو في بي اي وحده الالكترون از بي كيو بي بي اي مفيش مشكله بس انا يعني دي كانت المفروض اكتبها احسن كده فاكر لما كنا بنقول كي تي على كيو يا بحطها بالالكترون فولت يا بحطها بالجول حسب فوقيها اليونت ايه بالظبط حسب فوقيها انرجي ليفل في الجول ولا الالكترون فولت نفس القصه كي تي على كيو دي حفظها 26 ملي وي اي عرفت تجيب من على الجراف بي بي اي برضه بوحده الكترون فولت برضه هو صعب على حد يا جماعه؟ طيب تاني حاجه بيقول لي هدي لك رقم حاجه على لو انا فاكر صح الرقم ده بدا 2001 حد عملها في البيت او حاجه؟ 2001 عايز اكس دي على ده دي اللي انا قلتها لك قارن كده الاكسبترز بالدونرز اهي قارنهم كده ببعض يعني الدوبنج بتاعها يزيد الاكس بتاعتها ايه؟ ايه اللي الدوبنج بتاعه عالي؟ دونر الماس بتاعت الدونرز قليله خلاص اللي هي مين؟ اكس ام يبقى انا متوقع اكس بي تكون كبيره فمتوقع نسبه اكس بي على الويت رقم كبير جدا فهتطلع اللي جاي 0.95 مش بالتوقع هنحل مع بعض بس اقول لك عموما يعني الرقم ممكن يجيب لك كذا يعني في الامتحان مثلا ممكن يجيب لك 0.95 0.2 بس عارف لو بصيت هتلاقي ايه الفرق بين الاكسبتورز والبونص في اللحظه مش هيسال فرق 1000 ضعف تقريبا صح بين كوانتيتين بين كوانتيتين فيبقى اكس على اكس فرق بينهم برضه شاسع فده كبير جدا 50% من العرض بتاع السكشن تعالى نشتغلها فاضي بص خدتوا قوانين الكارت ديفايدر صح؟ عارفينها من زمان من قديم الازل. الاكس ان كارت ديفايدر والاكس بي هحفظ لهم قوانين كارت ديفايدر يعني كل فيهم نسبتها كام من دول؟ خلاص؟ ادي ان اكسبترز بس ان دونرز اكتبها تحت لو هنا اكس هكذا الان اكتب لها البي اكتب له هنا خلاص دي خالص محتاجه تحل جاي من هنا ليه والله جاي من هنا فكر في الموضوع بص فكر في البارلل كونكشن في السيرفس مثلا هو البارلل كونكشن مش ده الاي ار هنا يبقى قد اي ار اي ار هنا اكيد في فرق اي ار هنا وصلت بس دلوقتي البارلل كونكشن مجموع الاي اللي هنا مع الاي اللي هنا بيديني ايه؟ دو ده كارنت اهي مجموع الاي اللي هنا مع الاي اللي هنا هي التوتال كارنت يبقى زيرو هما الاثنين فعشان اجيب نسبه اكس ان او اكس بي والدبليو بعملها ديفايدر حد مش مستوعبها اظن سهله طيب اللي بعد البايس كونديشن هي فورورد ولا ريفرس ولا نو بايس نو بايس ده ثيرمال اكليبريم واحد الاثنين اللي بعدها نسيبهم من بره طيب دي هحل فيها 6 و7 بس بسرعه جدا ونحلها بعدين يا شباب دي نوع حقيقي انهي بايظ؟ لا ريفرس ايه؟ اللي هنا ده ايه ده سهل؟ ايه ده؟ مش ده مايوريتي ايه ده؟
objection. يعني المينورتي زايدة. المينورتي objection هو بيحصل فين؟ في الـ reconnaissance. مسألة سؤال ثاني. هل دي مسألة؟ The length of the depression region is of the pinion. لو مين يعني؟ الجزء بتاع الـ depression region في الناحية الـ B ده اللي بنسميه ده الاكسس. قال لي ان هو 20% من التوتال ويف. طيب في جيفن ايه تاني عندنا؟ الـ built in tension barrier BEI مديوني من فولت اهو 4.7. عايزين نبدأ نشتغل. هات لي الـ acceptor concentration في الـ B type. هات لي الدونر اكيد في الـ N type. هات لي اللينث بتاع الديبليجن ريجن دبليو، هات لي اللينث بتاع الديبليجن من ان ريجن من بي ريجن، هات لي اكس ان وهات لي اكس بي. اخر طلب هات الماكسيمم فيت اللي هو مين فيت. شباب انا بشوف عك هنا غير طبيعي. اكس بي بتساوي 20% من دبليو. فمنطقي اكس ان بتساوي كام؟ 20%. في واحد مش عارف ليه مقتنع انه بالاثنين دول هيعرف يحل الجين ده مستحيل اعرف حاجه نعمل حاجه زي دي. يعني دول بيعرفوا الريشيو بس. طب الريشيو دي ممكن برضه اعمل فيها ايه؟ انا مش هعرف اجيب ده بس ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول ان اكسبتورز في اكس بي خلاص وراح كاتب اكس بي بالشكل ده بتساوي ان دونرز في اكس ان. اه دي حركه حلوه بس ال دبليو هيجيب برضه. انا كده عرفت يا جماعه ان ان اكسبتورز ايكوال 4 ان مين. حد دلوقتي ما زعلان عملت الحركه دي من القانون بتاع الدوري والاساءه بتاعته. طيب الخطوه اللي جايه في ناس استفدت بيه فضل جيب مين بقى؟ في بي اي. هنقول مع بعض في بي اي اللي هي 0.7 بتساوي كام يا جماعه؟ قانونها كام؟ كي تي على كيو. هنا اهو كي تي على كيو اللي هي 26 مللي مضروبه في لين ان. ركز في اللي كده ان اكسبتورز هتبقى كده في ان دونرز هيبقى على ان اي سكوير بتساوي كل تبقى كام؟ 20. انا من هنا جبت مين؟ ان دي. جبت الدونرز يبقى لو اجيب على اكسبتورز طيب عايز الدبليو هجيب الدبليو مثلا ان معايا اكسبتورز والدونرز والبي بي اي بس محتاج نروح على الفورمولا شيت سيل ماتيريال ده الاكشن بتاعته مكتوب عندك خلاص؟ على هو ده العكس على يعني ده يا جدعان انا هتبع عشان تسلموا عليك في ناس مصممين ما يجيبوش يعني يجيبوا دبليو من هنا مستحيل ولا من هنا حتى ركز نايس هجيب دبليو في الخرابيط اللي على المطر هنا على الكورت ده او اللي هي اسكت يا جماعه المساله كده مش شايف يعني مجال كده بقى تو ابسلون على كيو ان بلس ان على ان اكسبتورز ان دونرز بي بي اي. طب بعد ما اجيب الدبليو اضربها في 20% في اكس بي اضربها في 80% في اكس ان. طب الماكسيمم فين؟ اهو الماكسيمم فين هم 2 بي بي اي على على ده. طيب محتاجين نحل لنا الارقام؟ في اي مشكله؟ طيب اخر من خمسه كده هتلاقي دايما بيديك من اكتر
فاهمه؟ اخر حاجه خالص عندنا مع ان الواحد بقى عشان يكبر بس اربع ونص دي بتبقى يعني صعبه قوي بصراحه. بصوا بقى في تايم ماتيريال وذ ريزيستيفيتي في تايم ماتيريال وذ ريزيستيفيتي يعني شباب ايه اللي جاب الريزيستيفيتي في الشابتر؟ هقول لك الريزيستيفيتي اللي هو مديها لك 1.3 10 باور نيجاتيف 3 البي تايب ماتيريال هي واحد على مين؟ بي اي ميو صح؟ صح ولا غلط؟ بي في الناحيه بي يكون مين اصلا؟ التركيز مين؟ سنترس. بالنسبه للميو محتاج الميو بتاعت الايه؟ بتاعت الكورس. لو قريت هتلاقي ان الميو بتاعت الكورس معانا ايه؟ مديها لك. فميو جولز دي معانا. يبقى انت من هنا تعرف تحل وتجيب مين؟ قال لك بعد ان ايه تايب ماتيريال ثاني سطر الريزستيفيتي 4.6 هتروح عامل الريزستيفيتي واحد على ان اي ميو ان في الناحيه الايه تايب هي مين التورز وميو ان برضه معانا من هنا اعرف ايه مين ان عايزك بس تركز معايا في حاجه اليونتس اللي انا شغال بيها مين متر. لو ركزت هنا كل حاجه مين اليونت او الشابتر اللي انا فيه ده بنشتغل بالميتر فيه كتير على فكره خلاص يعني هيطلع لك اكسبترز بير متر كيوب صعبه حتى لما تستجدع معاك ده ان اي اديها لك برضه ايه؟ بالميتر كيوب خلاص يا جماعه طيب جبت الاكسبتر والبروتوكولز تعال نركز في اي جيم تاني ما خدناش بالنا منه في سطر عن لايف تايمز تاو اي وتاو ان هسيبه دلوقتي في سطر كمان مديني مين؟ اريا يعني انا الجامش اريا 1 مليمتر سكوير كده قلبتها متر زي ما هي كانت حاجات بس سكوير مش ابتدي اشتغل اول حاجه عايزك تجيب لي في بي اي ده اول طلب ثاني طلب عايزك تجيب الديبليجن لير ويدث دبليو ثالث طلب الماكسيمم فيلد رابع طلب واهم طلب فيهم الديفيوجن لينث في الناحيه دي اول ثلاثه دول حد عنده فكره هيعملوا ازاي؟ في بي اي تعويض مباشر اقول كي تي على كيو 26 ملي الكترون فولت لين ان اكسبترز اللي انا جبتها ان لوبرز على ان ايسو صعبه؟ جبنا الفي بي اي اعرف ايه اللي هنا مين؟ دبليو جبت الدبليو اعرف القانون اللي جنبه هجيب مين؟ الماكسيمم فيلد. الكلام ده في اي صعوبه يا جماعه؟ اخر خطوه بس استنى عليا. ذا ديفيوجن لينث في الناحيه البي. ذا ديفيوجن لينث في الناحيه البي خلاص؟ يعني انا عايز ال ديفيوجن لينث بتاع البي. صح ولا غلط؟ كل كده معناها ان انا كنت بدورها فوق يعني باخد رايكم وانا عمال بدورها فوق نسيت هجيب ال بي هقول ان هو روت على الله خلاص هقول ان هو روت دي كتاب صح؟ طيب دي هجيبها منين؟ اينشتاين ريليشن هنشيل الدي واحط بدلها من اينشتاين ريليشن اي تي على كيو في الموبيل يو بي وادي تاو بي بيديلك فوق ركز بس في الجيفنز يو بي معانا خلاص طب تاو بي ريسبكتفلي بص تاو بي ريسبكتفلي اهي تاو بتاعت البي هي 100 مايكرو سكند فيبقى انا معايا تاو بي 100 مايكرو سكند معايا الجيفنز بتاعت البي اجيب خلاص طيب دي الناحيه الشيك فاكر في الناحيه البي سايد في ديفيوجن لينت في البي ها للمايورتي لا ها المره دي هرجع خلاص بجيب ديفيوجن لينت للمايورتي بدلاله ان احنا اصلا بنقول وجود ما بيحصلش حاجه مين هنا الشكل اللي بيحصل له ديفيوجن وبيحصل له كومباينيشن دايما للمايورتي فلما قال لي اشتغل في البي سايد كان المفروض ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ اجيب ديفيوجن لينت في مين؟ في المايورتي اللي هي مين؟ النات بس تاو ان ونيو ان وكل حاجه صح الكلام؟ طيب هل بقى خلصنا معاك؟
تربع بروبلم سيت 1 بروبلم سيت 3 المره الجايه اخلص صح اخلص المنهج كذا. شكرا.